تمام. هسيب المنتخب الاول شويه لان انا عندي كلام كتير يخص المنتخب الاول، وهرجع لحكايه برضو اتحكت لي امبارح. ان حضرتك في وقت، انا معلش بتحكى لي كتير برضو ما انا مش هسكت، في وقت من الاوقات حضرتك اشتغلت ايام لما كان مستر هيديكوتي مديرا فنيا، اشتغلت مساعد لمستر هيديكوتي. حضرتك قلت لي اشتغلت في كمدرب حراس مرمى وكذا 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 وكذا. في نفس التوقيت ده طلب من الكابتن محسن صالح قبل نهايه الموسم بشويه كويسين ان يكون مساعد لمدير الكره في ذلك الوقت، اعتقد احمد سقراط. احمد سقراط. القصه دي برضو عايز اعرفها من حضرتك. احنا اتكلمنا امبارح ان انا كنت مدرب كشكول مدرسه كوره ناشئين، مدرب حراس مرمى، مدرب مهارات، مساعد مدرب، مدرس انجليزي ومدرب فرنسي كشكول لغايه لما ودي مطلوبه على فكره في البدايات، لازم المدرب يلم بكل هذه الامور. طبعا من ضمن المهام انا كنت متحدث رسمي باسم جهاز الكوره. اوكي. وكنت بكتب تحليل للفريق في مجلة النادي الأهلي، أنا من القدام يعني. كان في نوع من يعني عدم التعاون أو الاستلطاف أو في بتحصل طبعا عدم قبول يعني شوية ما بين الحاج أحمد سقراط وهيديكوتي. فالحاج أحمد سقراط يعني كان بيعبر عن رأيه كمدير كورة وبيقول رأيه يعني أو مقترحاته، طب ليه ما تديش ده الفرصة ليه في فلان في علان. فكان هيديكوتي كان يعني بي 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 بيزعل بالكلام، بيزعل أو بيعتبر إن ده تدخل في المنصب. فالإدارة حست بهذا، وبالتالي كان في قرار انه انا اشتغل مساعد للحاج احمد سقراط عشان اخفف هذا التوتر ويبقى همزه وصل ما بين هيديكوتي وما بين الحاج احمد سقراط. وانتهى الموسم على خير وعقدنا حصلنا على بطوله الدوري. وبدا الجهاز يفكر في الموسم القادم، الاعداد من ناحيه الاجهزه الفنيه، من ناحيه المكان او موعد بدايه التدريب للموسم القادم، يعني ترتيب البيت يعني. فالاداره استدعت هيديكوتي في اجتماع لمناقشه هذه الامور. فوجدت انه بعد الاجتماع طلع هيديكوتي بلغني بقرار تعييني مدير كره. فانا يعني اتفاجئت بالقرار، وهو يعني بيهنيني، لان انت عارف قرار مدير كره في النادي الاهلي ده من اخطر القرارات طبعا. ومن اخطر المناصب يعني طبعا. فما لقاش رده الفعل اللي هو كان متوقعها، ان انا هكون سعيد بالقرار. فقال لي مالك في ايه؟ قلت له يعني انت سالتني رايي؟ قال لي مش محتاج ان انا اسالك، انت كنت شغال معايا مساعد مدير كوره السنه اللي فاتت والامور كانت ماشيه بشكل طيب واديت عملك بشكل جيد. قلت له يعني انا اديتها كجندي موجود انقاذ موقف، تاديه مهمه، اشتغل دي حاضر، اشتغل دي حاضر، اشتغل دي حاضر. لكن لما يجي الموضوع بقى انه رايي انا ايه، لا رايي لا، انا حاطط لنفسي يعني كارير تاني، كارير تاني خالص. أنا مستقبلي في التدريب مش مستقبلي في إدارة الكورة. فأنت دلوقتي بتعطلني، أنت بتدخلني في صندوق مش هعرف أخرج منه. أيوه. وبتعطلني كذا سنة لقدام يعني. فأنا مش هفضل حتى لو مسكت مدير كورة، أنا ما بحبش الشغلة دي. أنا بحب الملعب، بحب الملعب الأخضر ده. بحب ريحته، بحب أشتغل فيه. فإنما ده أنا اشتغلت كمهمة يعني مؤقتة. فبعد إذنك أنا برفض هذا القرار، أنا مش عايز. هو ما كانش مصدق ان انا فعلا كده. مش عايز. حاول معايا، قلت له فعلا مش عايز. مش هشتغل المنصب ده، احنا في بدايه موسم دلوقتي، وارجوك انك انت تشوف حل في هذا الموضوع. كانت النتيجه انه دخل تاني طلب اجتماع تاني، وتم تغيير القرار، وتم اعادتي للوظيفه الاساسيه والتفريغ لها كمساعد مدرب. بعد كده يا كابتن محسن اعتقد ان عدينا مثلا كده لغايه نص الثمانينات تقريبا، مش كده؟ بعد نص احنا في اوائل الثمانينات كده.